أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. نعم، المفعول به قال الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. إذن طلب إيش؟ ثلاثة أمور: أن يكون اسما ما يصير فعل، مفعول به لابد أن يكون اسما، الشيء الثاني منصوب دائما منصوب مفعول به، ما يكون مرفوعا ولا يكون مجرورا ولا يكون ساكن، الأسماء ما هي السكون وإن السكون في الأفعال، طيب، وإنما يكون منصوبا الذي يقع به الفعل. وإذا قالوا مفعول به، مفعول به، نعم، قال نحو ضربت زيدا، زيد اسم ولا فعل؟ زيد اسم، زيدا ما حركته؟ منصوب زيدا، من الذي ضرب؟ زيد هو المفعول به، فإذا المفعول به لابد أن يكون اسما، لابد أن يكون منصوبا، لابد أن يكون وقع الفعل عليه. مسكين يعني المفعول به مسكين فعلا يعني، نعم.